عاودي لنا الحاله ديال الوليده. الوليد هاد الوليد هادي عندي ملي تخلق هو هكا ودائما كيعاونوني المحسنين، ولكن دابا المحسنين اللي كنعرف راني عييتهم مره كنلقى مره ما كنلقاش، وعندي راه داير خمسه د العمليات في المركب وانا ماشي جايه المركب، وكل طبيب دواه وكيتبع مع الطبيب ديال الراس، كيشرب دواء الاعصاب، كيشرب ديباكين، كيشرب واحد الكنينه كاينه المعده. ايوا كنطلب المحسنين، راني ما خداماش فهم متخلي عليه صافي، كنطلب من المحسنين داخل الوطن وخارج الوطن يشوفوا في هذه الحاله هذه، لان راه كنسمح فيه بعض المرات انا نسد عليه ونمشي لا عيط لي شي محسن على شي حاجه، او لا المحسنين اللي عندي معروفين دائما كنمشي ندق الابواب ديالهم. شنو نوع المرض اللي عنده؟ هو عنده الكيوسه في المخ وعنده الاعصاب، عنده المعده ما خلقتلوش في بلاصتها، يعني هذيك داكشي فتحوا له عليه، عنده الورك، عنده لا العصب كيتبع عاد كيديروا له ليباري. ايوا كنطلب المحسنين يشوفهم هذا الوليد هذا، راه كنسد عليه بوحدو ونمشي عند شي محسن نغيب عليه جوج سوايع ثلاثه د السوايع، راه كيبقى فيا كنخاف لا يجيب ولا بزاف د الحوايج. نعم مع دابا مع الطرويد كيحاول يتحرك ولا يمشي يطيح، ما تقدرش تعرف شنو غيوقع مورايا. وعندي المحسنين هنا عاونوني، كاين المسؤولين اللي عاونوني الله يجازيهم بخير، منهم السيد القائد، منهم الباشا، منهم المهم كاع السلطه كلها عاونتني، كلها دارت معايا اليد والله يخلف عليهم، حتى دابا فاش كنوقف على شي حاجه يعني ما كاين لا خرج. ولكن يعني راه كاينين حوايج اللي ما غاديش تقدري تمشي عندهم يوميا عليهم ولا دائما كل سيمانه. ولا وكنطلب من المحسنين يشوفوا من هذه الحاله هذه، عندي الدوس الداخل ما مريقلش، يصاوبوه لي الا كاين شي محسن في قلبه الرحمه، وكنعرف وليدات يعني وليدات الوطن مزروع فيهم داك مزروع فينا داك الاخر في الدم، يعني ما ندوزوش بعضياتنا، انا واخا ما عنديش ونشوف شي واحد ما عندوش كيتقطع بالجوع ولا شي حاجه نخرجها له. خديمه ما خداماش؟ لا ما خداماش، وعندي الدوش مصطاله لواحد السيد الله يجازيه بخير، ولكن ما خصو الزليج وخصو داك الباب والاخر نشوفو، ما عنديش انا استطاعه عليه. الكراسه ديالو عنده؟ الكراس عنده يعني عنده دابا فاش كيركب، وقت اخر يحمل اللي كنحصل فيهم هما الدواء وليكوش، باقي الدار يعني شحال من حاجه ما عدا، ولكن الحمد لله كنطلب دابا غير اللي الدوش يتصايب ليه الولد، والمحسنين هكا يتفكروه بالدواء وليكوش وهذا حتى يحمل. فمتابعي القناة شفت ببساطة من يجلسي في متابعي القناة سيدة تعاني أخوها مع الإبن ديالها اللي مريض مرض أخوها منذ الولادة ديالو، وكتطلب يداوي القلوب للمساعدة، تقول بأنها بوحدها كتكلف المصاريف ديالو وكيعاونها بعض المحسنين، لكن خاص المساعدة، كتطلب دوش، كتطلب الوليد تعاونو. بالنسبة للأب ديالو ما كاينش؟ سامح فيه متخلي، سامح فيه المحكمة كتلاخر معاه، ولكن مازال ما دار حتى حل عاد. ما كيعاونوش كاع تقريبا؟ ما كيعاونوش تقريبا كاع؟ لا والو. وانت دابا يمكن هو اللي الوليد اللي مزيرك في الخدمة ما تخدميش، ما عندكش اللي ما تخليه. ما عنديش اللي شدوا لي، أنا عندي الوالدة ديالي ما كتشوفش وكتقول لك ما تشدوش، لأن علاش باه ما كيسواش؟ كتقول لك يطيح ولا يوقع له شي مشكل. غيتابعها. 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 لأن عارفة باه ماشي تال تما. ما كتبغيش تقرب له كاع، وأصلين ما كتشوفش. لا طونسيون طالع لها. كتخاف يوقع شي مشكل، وقع لك أنت ديك الساعة مشكل مع ذاك مع الراجل. هي ما خايفة منه. انا صافي كنسد عليه وندير له التلفازه القران ونمشي غير عليه ثلاثه السوايع، يعني دابا راه الناس كلها كتقول لي راه هذا الشيء خطر اللي كديري في يد الله وكنخرج، كنقول في يد الله كندير له القران ونخرج نمشي عند المحسنين اللي كيعرفوا الحاله ديالي. داكو اللي موصينهم عليا السلطه يعني عارفين الحاله ديالي، ولكن دابا مع كيقول لك كوفيد راه درنا هذه هذه، يعني ماشي غير انت كنتي غير انت نزلت فوق راسنا. بالنسبه للتكاليف العلاج ديالو شحال كيطلبك الفلوس؟ كل مره وشنو دابا ملي كيدير شي عمليه كيخرجوا لك الاطباء الدواء. هذا الدواء هذا ديال الاعصاب راه ملي تخلقوا عاد كيشربوا، باقي كيشربوا. داير ست العمليات. ست العمليات داير. واه والسبعه هي عطاوني المعيد. وعمليات كيديرها؟ الاولى دارها على الورك، الاولى دارها على المعده، كان عنده الفتق في المعده والمعده طالعه الفم ديالها واسع. الثانيه دارها على الجلود والحلاقم، الثالثه على الفولات ديالو، الرابعه على الورك، الخامسه على العصب، الرجلين عاوتاني الاخرى على العصب، وهما عطاوني الموعد الاخر. وعمليه الاخرى على ايش غتكون؟ على العصب. على العصب مازال تيدخلوا تيديروا له الشوك.
والله ما انا قلت سيطر خف العصب عاد يعاودوا له على وي الورك. وي ها هو الورك ديالو خرجوا لي كي ملي قال لي شنو ولا معليش وا 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 خصو عمليه خصو عمليه وعندو مشكل زعما عيده دابا منين كيدير هاد الوقت كيبقى يتقيد كيتقيد الدم اي اي وا احسن وك فانتما كتسمعوا متبع القناه شفتي مباشره من كرسي في قصه حزينه للسيده عائشه غي ولدة متبع القناه لحني الله يرحم متبع القناه وليد دار شي 5 ولا 4 ديال العمليات ودابا دخل العمليه رقم 6 او رقم 5 متبع القناه تطلب المساعده من دور القلوب الرحيمه تتواجد بكرسي في اصدقاء القناه قناه الشوف تي في فالله يرفع لنا البلاء والوباء. شحال النمره ديالها اخويا؟ يعني العمليه في كرسي فيها طلعت النمره ديالها 06 06 73 73 91 91 91 91 73 73 باقي عاد نطلب واحد مونيكس من برا كاين ما طلعش شي مونيكس شنو هو؟ مونيكس ديال داك الدجاجة قهروني هاد الكيسة بس مونيكس ديال الدجاج كل مره كيهرسكي الدجاج لا مونيكس ديال الدجاج بقا طحلو فيها الصوب نطلب من موشي محسن الا كان داخل من برا وكان 06 06 73 73 لا اسمحي لي 06 73 91 91 91 91 73 هذا غير قولي اه سيبتي راه غير هذا هو رقم الهاتف متبع القناه شفتي هذا هو رقم الهاتف ديال متبع القناه انا سيفطت لكم شنو قلتي كطلبتي مونينيكس مونينيكس ميكا لا ديال الدجاج هذا ديال الميكا دائما كيطرطقوا لي بلا قد الماكله ملي كنجي نطلع له سخونه صوبه سخونه كيطرطق المونينيكس واه ملي كنطحنها ولا نسخنها بحال كيمشي له من هذاك المذاق ما عندكش شي مدخون انت ولا شي مانضا ولا والو لا 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 غير واحد المحسن مقبل شحال هذه كندير لي واحد 300 درهم توفى توفى وتقطع داك الفلوس هذاك عيط القايد هو اللي كان توفى عاوتاني كنتكلف ليا فشي محسن على برا دار لي 500 درهم في الشهر المهم استفدت منها شهر 3 بعد كوفيد شهر 3 وشهر 4 وشهر 5 شهر 6 شهر 7 شهر 8 ريالها هو حبسها حبسها مع وعيط لي قال لي صافي سيري شدي داك الحساب لانه كنت فاتحها عليه بسميتو سميتي انا هو كيصيفط لي صافي سديت ولا اختي راه وقعوا لي شي مشاكل ولا العلم والله ما عرفتش فانتم متابعي قناة شفتي في 06 73 91 93 73 رقم هاتف السيدة تعاني مع هذا الوليد هذا دوش أكثر من 5 العمليات متابعي القناة فنتمناو آمنين من الله نعاونوه متابعي قناة شفتي أش كتطلبي من المغاربة يا أختي؟ كنطلب منهم يعاونوني ويشوفوا في الحالة هذا الوليد أنا ما خداماش ويصاوبوا لي الدوش لهذا الولد باش ندوش له كاين واحد المحسن هنا كيقول لي جيبي عنده الحمام ولكن فاش كنديه كندوش له ونجي مخرجاه ما يقوليش واخا كيقول لي جيبيه حتى يومين ولكن مع الطريق كيضربوا لي البرد البرد ماشي بحال هنا ندوش له وندخلوا للكاشه ايوا صافي ملي شفتها كاك منعت عليه كاع الحمام قالت لي ما تبقاش دير الحمام ملي كيمرض وكيتخنق ما بقيتش نديه فهمت في القناة شفت عجبة شو الحالة هاد السيدة من قرسيف ورقم هاتف ديالها 06 73 91 93 73 الخير في المساعدة متابعي القناة شفتي نتمناو امنين من الله نعاونوها متابعي القناة شفتي تحتاج المسموعة مجموعة من المساعدات الزوجية لا سمح فيها للأم انتما كتسمعوا ضروري لما كتشوفش ومسكينة بوحدها كتقاتل مع الوقت فامنين من الله ان هذا اللقاء ديالنا يجيب الخير كما كنسمعوا على ان عدد المساعدات كتوصل مجموعة من الناس في هاد قرسيف شكرا للمساعدين شكرا لذوي الاحتياجات والسيده كما تزيرت ما غاديش تطلب المساعده لانها كتقول ولدي غادي يمشي لي بين يدي وراني تزيرت وقلت بانني ما ظنيتش انني غادي نطلع في بث مباشر نهضر لكن الظروف ما كتسمحش متابعي قناه شفتي ف 06 73 91 91 73 عمرك ما ظنيتي غتطلعي تهضري في بث مباشر لا لا ما كنتش كنقدر يعني كنحشم يعني تزيرتي دابا المحسنين هنا اللي كيعرفوني يعني غير كنوقف كيعرفوا الحاله ولكن راه الضروره شي احكام هادي 10 سنين دابا باش خلاها بالباه حتى جاني الحانوت فاهم معنا تسير دوان الزياني احد المساعدين الاجتماعيين بيتازا والابي قرسيف ولهذا ان شاء الله غادي يكون عندي لقاء مع مراسله قناه شوف تي في الاخت ناديه بخريبقه
متابعي القناه. فما عسانا ان نقول الله يرفع علينا البلاء والوباء من المملكه المغربيه والخير في المساعده. فكتطلبوا لي الرقم راه 0673 91 91 73 06 73 91 93 متابعي قناه شوف تي في من قلبي قرسيف، استودعكم الله.